عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. اليوم البرنامج فل لين عينه، شيء سيرة دبي وشيء غدا في مطعم وشيء أمور وايدة. ويا صلاح على فكرة من الصبح وسرح وين الوثبة، الوثبة عندهم شيء سباق مال ريس اليوم عندهم. إن البارحة كم بنية من اللي يركبون الخيل، يعني هو الأول يشارك وياهم ويا غير زاد وزنه، وقالوا له أبوي أنت حين ما تصلح تركب زين. صلاح كان موجود، وصلاح من بونه الأول ولدي سعيد يوم يستوي الريس مال هلب الخيل، ساروا يا صلاح ويا زين. المراد ما بهذا موضوعنا، موضوعنا أبوي صلاح، أبوي المعلومة اللي لازم كل حد يعرفها من متابعين صلاح أن أبوي يحب الخيل. يستوي الريس في الوثبة، ينهى البنيات وشلنا وخلنا ويا الدريول وهن ركبنا الخيل. انزين البارح ييتن كيف استوت يا البنيات، وتقهون عندنا وعينا من الله خير، وانا كنت موجود والاهل وعلم وخبر، واتفقوا ان سعيد اليوم، سعيد اليوم الصبح الضحى بيتلاقى ويا صلاح، ويا صلاح واشتله وصلاح وسعيد جدا وين الوثبه، يعني تقريبا الضحى العالي يعني قبل ساعه الا ربع شيء ولا نص ساعه. انزين واشتله وجدا الوثبه، وحين يا ستريه اترياه يخبرني عاد النتيجه مالت الرئيس مال هالوثبه. بس وريوقي ثلج، ريوق ابوي، هذا ريوقي ابوي خليع ويا بيض وجبنه حلوم وجبن منقير بعد غير نمونه وتوسته وثلاث زيتون. ابوي على الله يحفظكم، ابوي ريوقي ملوكي، كيف ملوكي؟ هب ملوكي، ملكي ملكي ترى. الخليع من المغرب، والجبن نمونتين حلوم وتركي وبيض هالدار. شو شو اقول لكم بعد؟ هذا كله بطل، هذا بي سي بورد بدي ريباري ما ينسى في سلة. هذا شو يقول هذا الحين؟ شو يقول؟ شو يقول؟ هو كلام عربي انت والله؟ ما تكلم عربي، انجليزي؟ انجليزي والله انت واجد ولا انا ما افهم. زين هابوي مال مكيفات. سوي ترتيب زين كنديشن؟ لا بعد لا. نعم what I'm telling sir. ها. This PC board should be removed. آه. To take workshop. إن شاء الله. Thank you very much. وأنت إيش حقه بتسميته تسميته؟ ممكن أجيب موبايل أندريد شو؟ بعد شوي خليني أتريق قبل. يلا. بتريق وخلاص. شكرا على حسن الاستضافة. شكرا على حسن الاستضافة. زايد. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. ها وين يا حينة؟ يا من البيت. ما شاء الله، هاكل انتاج بيتكم؟ هذا هو اللي في الفلاح؟ وهالورد بعد من عندكم؟ هاكل بيت اخوي خلف؟ هدية لك خصوصي. بعد خصوصي، مشكور يا خلف الخالدي. شكرا حبيبي زايد. نعم. ما قصرت، وسلم على امك وسلم على ابوك. ان شاء الله. زين بتغدى عندنا بعد؟ لا مستعجل برا. اشوا هي تحمل. انت بتصور وياي ولا جاي بس الا شي؟ ها؟ جاي بتصور وياي لو ما تبي تصور؟ يلا بنصور. وين سنابك؟ الحين انت؟ شو مشكلة؟ اقول شوف موبايل مالنا عم تجيب ميدم هذا. انت مدام جايبتن من شي سبوها؟ من شي سي انا ابوي مدام جايبتن. زين ايلس ايلس خلينا نتفاهم وياك. ما بها ما بهذا شو اسم هذا؟ شو اسمه؟ هواي. شو؟ هواي. شو؟ اسمه هو هواي. هواي؟ ايه. زين. انت جديد انزين الحين جابت لك البارحه جابت لك انت قلت تبدلت ويا تليفون رشيد يعني سامسونج وحينه مثلا ما بدلت ويا رشيد ايه انزين عطوا رشيد سامسونج وانت هذا هوائي ورشيتته قلت ما تريد هذا واخذت مال رشيد وخلاف تريد هذا ليش سويت تشنج كلام مالك انت البارحه في الليل يعني عرفت قيمه هذا اكثر لا بالضبط قول الصدق شو حينه انت كذب الليل انت سويت تشنج مع مال رشيد مال رشيد انا جنج هو اشتري انا سامسونج هي ليش سامسونج 400 زين هذا مليون قول 650 ايوه هذا انا رجع هذا شيل هذا انت الاول بادلت تحرى هذا رخيص ايه وخلاف يوم عرفت غالي ايه رد
الله انك حرامي بطينه. يلا يلا يلا. انا هذا جديد موديل واجد زين كلش نبرد. وين نفرات؟ صديق مالان اقول لك. موبايل جديد موديل لكن واجد زين. زين يلا ماشي مشكله. تظهر في سنابي انا لو تبى انت تظهر في سنابك. شو تريد انت؟ سنابك احسن. هذا ها ظهرت. يعني الله يحفظك. وايد هناك في الريس مال خيل ولا ماشي؟ في خيل. وايد؟ وايد. شيء شيوخ ولا ماشي؟ ماشي. ليش؟ ما وجوب ولا حاجة. احنا الحين بنصير نتغدى. وكذا. ماشي مشكلة؟ ما بتزعل؟ لا لا بعد اسبوع بتروح معاي نفس المطعم انا بوديك. وين وين؟ بروح اليوم عازم اربعتك على الغداء. طعام. شو طعام؟ شو اسمه؟ ايه؟ اسمه سيجنتشر. سمعت السؤال. سيجنتشر مطعم هندي هذا. هندي. هندي انديان. ايه؟ نمبر 1. اسبوعين بتسير بوديك انا المطعم هذا نفس اللي بسير له بعد اسبوعين روحي بوديك. ايه؟ زين الحين انا بسير. ايه؟ ما بزعلان؟ لا اكيد؟ لا. يلا بتغدى هني ولا بتغدى الفلاح؟ خلف. بتقوم خلف بتغدى؟ ايه؟ شو قداهم؟ نعم. كيف ما تعرف؟ شو قال لهم يسوون لك؟ شو؟ صالونة شو؟ صالونة سمك لحم دجاج شو؟ جلد. شو؟ جلد. شو؟ جلد. مساكم الله بالخير. أول أنت السناب اليوم الصبح كان معلق وأمس كان يوم اللا زين وصادف إنه يوم اللا يوم اللا سبحان الله يتني دعوة قبلها بيوم على غدا عند سعادة السفير المغربي لدى سرت اللهم لك الحمد وتغديت عندهم هاك الغداء الفنان غدا ولايتي لا استوى قبل غدا ولا بعد غدا غدا ملكي ترى غداهم مال ملوك. شو السبب غدا ملوك كان غدا ملوك؟ لان المغرب مملكه المملكه المغربيه المملكه المغربيه غدا هاي فغداهم كان يعني غدا ملكي وفنان رقم واحد وتغديت عندهم عينت من الله خير وتقهويت وترخصت وطال عمره مشكور السفير ويزاه الله خير وما قصر على هالغدا الملكي وكان يوم حافل وجيد ورمسنا هاي الرمس الغاوي وكل شيء زين اللهم لك الحمد. هاي الغميضة انه كانت عزيمة السفير المغربي في يوم اللي ما فيه سنابات ولا فيه تصوير هاي القراد يوم يقول على الله يحفظكم مجتلين انا ولدي سعيد بن خالد سايرين ابوي نيشن تاور نتغدى زين سايرين نيشن تاور نتغدى في مطعم اسمه سيجنتشر زين وعازم واحد من صدقاني ومعزر عليه وقلت له ييب عاد هذا اللي من صدقاني مسمي ولده على او بكر مسمي على ابوه وثاني واحد من عياله مسمينه علي فسمي عليه دوام وياب ولده احمد عاد انزين الابو محمد عثمان صديقي هذا اسمه محمد عثمان مبارك الزعامي ومصدقاني الاوليين اللي رابي وياهم من يوم انا ياهل سيرات ويايات وقضينا ومضينا وما تلاقى وياه جليل ما تلاقى وياه هو عنده مزرعه في نسيته والله شو اسمها بقعته انزين ودومه في مزرعته عقلين وجليل تلاقى وياه لا كان في المناسبات في الاعراس ولا في الاحزان والافراح يعني وبعد ما شاء الله عليه ما يقصر مويب من العرب وفي خاطر يرمس وياه وما شيء وقت واليوم يعني الله يحفظكم عزمته في المطعم هذا قلت له تعال انت وعيال قال عيالي بكلهم وهم سالمين عليهم دوام عيال مدام عليهم دوام طالع منو اللي متيسر قال ابوي احمد ما عليه دوام وبني كان وياه بتغدى قلنا بركب من ساعه كم من يوم سرت انا المطعم هذا وطالعت وسويت عليه تيست يوم اقول لكم ما تحيل كم من يوم اقول لكم بسير المطعم سرت المطعم ويازلي ورقم واحد قالك ابوي قلت حق عاد صديقي محمد اطري له المطعم قال ما وديتني قلت علي رفتي لا وديك ابوي تغدى ويا يوم الخميس بس فانا يا الله يحفظكم عزمته واستعزم وعلى مطعم تحيد ما اسوي ما عزم حد في المطاعم عزم في البيت عندي يا اخي المره فخبرته قلت له المطعم اللي احنا سايرين له ما بانترناشونال كل شيء عندهم لا بس اكل مالهم مطعم هندي اسمه سيجنتشر خلاف عاد بنوصل صار عاد بخبركم شو سالفة اسم السيجنتشر هذا وليش عاطينا ميزة السيجنتشر كل هذا بخبركم به خلاف ان الله راد تحيدون لو ما بنا فنان ومطعم مفنود ومميز مستحيل اطريه مستحيل لو بينجلب الحب شب هذا وين مطعمنا يخبركم عنه
سيجنتشر مكتوب يا ربي ولد محمد عثمان سيارته شيوخيه بعد. يلا يلا غايته. تاخرت عليها وحليلهم قايل لهم يحطوا لنا طاوله مره على البحر وحاجز حجز بعد بالله مني والطريق لازم حجز قرب وايح عاد والد بعاد. كيف حالك ها؟ يا ولدي سعيد مرحبا ما شاء الله. سيارة هاي؟ بشن العيال. هاي شو مسوي؟ هاي يسمونها لامبورغيني. لامبورغيني؟ ايه لامبورغيني. يا غير وحارة. هي وحارة وحارة بيني وبينك. لا يا مرحبا ابو عثمان، شاب كيف حالك؟ كيف انت؟ الحمد لله يوم ما شابهت ابوك. هذا مطعمنا الحين جايين احسن. هذا مطعم السلام عليكم. عليكم. We have a reservation in خالد الخالدي name. Thank you. عثمان طالع المكان اللي تشوفه يوالم، تعال شو بتسوي؟ أنا بتفيزر هتفيزيرة وأنت مرة شاهدني. نحن نواخذ الكبار. الجماعة أبوي هترى لا بحرية. What is all too many things? These are the homemade chutneys and dips for you, sir. Starting with yogurt with bell pepper, mint, onion, tomato salsa. Sun-dried tomatoes, Indian pickles, and lentil papadums for you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Your name? Sir, so my name is Prakash. Prakash. Yes. I invite my friends. We need you to look, to be care at, take care. Sure. Just serve us. What are you going to give us from the beginning? Yes, starter. We'll give you the appetizer starter. Before the starter. Before the. Is it? Basically a beetroot kebab and along with mango spear and passion fruit panna, a drink for you sir. It's for the appetizer. Okay. And for the starter, we'll give you a platter of kebab, especially by Chef Kapoor. We'll be having lamb kebab, lapatrake kebab, mulpa majin tikka, tandoori chili peppery prawns, and salmon. And then after we will serve you the main course, like very special Hyderabadi salmon biryani, lamb biryani, dum nearly prawns, white rice preparation, dal makhni, as ordered by basket. Roti. We will prepare special roti for you, sir. A bread basket having roti, naan, and paratha. A very small tawa roti for you, sir. Inshallah. Inshallah. Thank you very much. Thank you. What do they call it? It's called signature sangria, made with fresh pomegranate juice, orange juice, black tea, cinnamon, and Himalayan berries for you, sir. Ahmed, شو رأيك عصيرهم؟ محمد. لا بصراحة. شيء ولايتي. لا أنا شيء ولايتي. لا طيب. يا بلا بالتايزر مع الحب. Starting with beetroot kebab, beetroot with cheese and sesame on top, crab with pomegranate, and this is mango spear made from the. كان هني ها ها قبقو كراب فنان حمص القبقو شيء بدل ماي ومقلاي ما ادري ايش خدومه على طريقه السجنتشر مالهم روحهم اي شيء في المطعم هذا ما ادري ايش يبيه حسب شيء مسمينه سجنتشر يعني امضاء ختم ولايتي بس لهم روحهم. What is that? This is a mango sphere, sir, made from the fresh mango pulp of Alfonso with a little bit of pepper and pomegranate. شوف انت مان انا ما بيعي بنك مني والطريق يا ليت لو تمثلك لو سمحت. انا جيت من قبل كم من يوم قبل ما اعزمك ادري بك انت نقام وما في على نقمك خاصه عاد ما عندي بشوفك من سنين لازم انت محمد كل لك اللي عندنا او معظمه فشيء عندهم طبخات مش موجوده عند اي مكان في الدنيا العوده فقلت في خاطري ما بيوز اللي حق ابو عثمان. انتوا تدرون ان احنا وين؟ هذا موقعنا الحين كل هالعروه يطرشون مسجات انتوا في وين؟ مره على البحر. هذا البحر من امامكم والدنيا كلها مره والمطعم ابوي مره يوايج على المهرجان. مهرجان ام الامارات اللي يحب يبتدي اظني بكره لو بعد بكره اعتقد. لان شو عندي في المزرعه شوي عندي شغل ما ادري. زين محمد ارمس ويانا نحن الله يهديك. بخلص ان شاء الله الشغل ان شاء الله وطي هناك. هي وخلاص. منو ترمس انت الحين؟ احمد جيني يسلم عليك. هي من راس خيمه. هي نعم. عليك وعلي السلام. نعم عاد مع الغداء هنا اليوم وغدا. المطعم هذا الله يحفظكم عنده اشياء ما توجد عند اي مطعم اخر انزين فمن الاساس انا قلت لهم اريد كل شيء مميز تجيبونه.
explain to me. This is the starter. Signature non-vegetarian platter for you, sir. Started with patthar ke kebab, lamb stewed prawn stones, murghi tikka, parmesan tikka, chicken tikka, zaatar and parmesan cheese, Guntur chili peppery prawns, special prawns from Guntur, India, Andhra, and scallops, pan-seared scallops with Indian spices and Indian marination. شكراً. هذا أبوي ستارتر مال هوش غنم ودياي وربيان. الربيان روح حكم الكف وهذا أسكلب. أسكلب البحري يعني. وغوبي هروح حتى تنش حمى. تنش حمى غدي يذوب في اللثم. أعرف الحين بيقولون طريته من غير ما تطعوا. ها أدريب ها شد ما أكلنا ها أقول لكم ها يا غير حمى. سبحانك يا رب. تعيد ولك احمد يومين العين ايه يا مو صغير ايه وعق عمره في الحوض الحوض هناك مره وعمره تملك يدبخ لا لا حوض ايش اظهر من الحوض انا طلعته قلت تعرف تسبح ايوه ريال الله يهديك انا اعرف ابوك قبل ما ياخذ امك تدري الله يحفظكم ان شاء الله اي والله قبل ما ياخذ امك ما شاء الله تو اقدامك اقول لك ولدي خالد ما شاء الله هي على الله يحفظك مسمين على اسمك انت مسمين الحين الرجال ما شاء الله حين ولين اليوم ما شفته هنا لا ما شفته لا لا ما شاء الله الحين خالد الحين ما شاء الله تقريبا 32 تقريبا 32 اي ما شاء الله يا ما شاء الله الى انا كم عمري انت محمد كم انا عمري عيد لا انت ما شاء الله تهري يا 70 سنه الله اكبر يا برنامج اذكر ونص الربيان روح يمزر اللثم النص روح شوفها وترف الحمة الربيان ترفه يعني ما بعصة. How was your start, sir? I hope you enjoyed. Wonderful. Everything until now wonderful. But also we need the specialist things you have it. We are getting. يا زلك هذا الستارتر شيء طيب. ذكرت لك هذا تقول ما ذبح حلجي حتى الشعر يكرت. يا رك الله داخل العافية. What's that? Palate changer, passion fruit panna made from fresh passion fruit, mint and Indian spices. Thank you very much. وين راح بالسرعة هذا؟ أقولكم أنا قايل لهم يتنقلنا من أخير ما يكون عندهم ينزلون أبوي كل شيء ما اخترت شيء معين مرة من أطيب ما يكون. أنا جيت قبل مثل ما خبرتكم مطعم سامانهم كل مرة هاي يوم عازم الجماعة قلت لهم أبغي من كل شيء من ما تشتهي النفس وترغب. هذا فاشن فروت ولومي اظني ونعناع ما خلط محمد هذا بس عندهم هم ما حد يخدمه غيرهم اي اول مره اي والله هذا كوب مره صغير هذا بمانه زيحات طعيم يقمع عشان ما يودك عن ظهري تصطع الجيك بجيك الله يهديك This is coming like that without order okay this is for anybody for everybody if you are having a set menu special menu if you having a special menu so if you change your palate so you can enjoy your next order very well. ايوه الحين بخبركم شو قال تحروني ما ركزت عارف انا اتحرى هذا اللي يابوه يبون بين طلب وطلب حق يغير الطعم شو هو هذا الحين ست منيو شو يعني ست منيو ست منيو يعني مجموعه اطباق يبوا لك وجبه وجبه هب الاكات يعني انت تطلب الوجبه معينه ها شو هي يبوا لك ست منيو يوم اول ما يتقترم اريد من كل شيء يعني يمكن هذا الاوردة عندهم نوع من الطلبات اخير شيء ينزلون لك اياه إيه هذا الست منيو كامل يكون في كل الاكل المفضل عندهم إيه. حاطينه في منيو واحد تطلبه ينزل لك على كل شيء كل شيء فكاك عيال واحد يفتك من الطلبات we have now how many set menu you have so we have special menu 199 special menu 299 special menu 399 499 special menu 599 معناه يعني تجلس ويا ربعك وتطلب كذا منيو عندهم منيو يبتدي للشخص 200 والمنيو الثاني 3 كل منيو له سعر معين يعني نحن منيونا بكم 500 درهم يعني النفر 500 يظهر علي اخير ما يكون هو في كل من مش قضيه اخير ما يكون هو وجهات نظر وطعم والناس كل انسان طعم اللي يبغى يختلف عن الثاني لذلك عندهم اسعار ليفلات كل انسان حسب مستواه سدك له مستوى انت الفيو هذا على كرنيش بضل على الكرنيش احب اشياء اماكن بسوي لكم اياها حق العوائل حق العوائل الكبيره حق مكان روح داخلي شرح الخاطر غير انا فضلت على البحر
شيء عندهم نمونتين، شيء اسمه الاكات وشيء اسمه الست منيو. الست منيو هم عندهم زاهد، بس انت تحدد المستوى اللي انت تباه. الست منيو بو 200 او بو 300 او بو 4 او بو 5. نحن طلبنا بو الست منيو بو 500 اغلى ما يكون، يعني نحن اربع تنفار ب 2000 درهم، لكن اخير ما يكون. وحد من العربي ويطلب ست منيو بو 200 درهم، بعد يكون فنان وزين، لكن على حسب الانسان وقبل. والالكات ترى يقول لك منيو فيه ما تشتهي الانفس، تطلب اللي تباه وكل شيء له قيمه معينه. لا لا موسى دال، دال مكيسة. ايه. تبغى روتي فور يوسف سبيشل. تندوري زعتر نان، غارليك نان، اند بلين نان فيس. ها لا تقول ما في، ها كل شيء غير نمونة عندهم. نان بالزعتر، كل شيء مخالف، كل شيء مميز عندهم. انما هذا دال مكني، دال مكني روحه غير. هاي يوم اقول سيجنتشر، ها هذا سيجنتشر مالهم. طعمت انا هذا ما طعمت منه. محمد يا زلك؟ لا لا شيء طيب. انا ابوي طعمت من هذا ومن هذاك، هذا بالزعتر ومن السادة وباللي بالثوم. تاوانان يسمونه، تنفخه طعم اللمبويدة. كم بتاكل يا البنات؟ وش ها؟ والله يا ابو محمد صراحة رحت على مطعم. إيه لا فنان؟ يعني صراحة اللي ناوي ياكل. أنتم ما تون المول هذا أنتم ما تونه؟ ليش أنت؟ والله نحن المرة، لكن ما ينا على المطعم، لكن صراحة أنصح. والله أنا المرة الجاية إن شاء الله لازم بعد أمر عليه. الحين معرس جديد ولا لا؟ صحيح. انزين يجيب العروس وكشتها ويجيب قوم امك اشياء مكان داخل خاص للعوائل يعني. اني بنطلع عمرك وان شاء الله. لما اقول لكم لقمه وقرمه حتى في المطاعم قبل هنا هاي القرمه. موضوع اللقمة والقرمة، يوم الآدمي يكون في المطعم يقول الخبز حار ريح تضرب في خمرة الرأس مما تشتهي النفس، أربع خمس نمونات يقول لك. إنزين في يوم بتكون في المطعم ويابو لك الخبز حار بتازم تلايم تعق في بطنك، فلك اللي بيجي خلاص ما بتروم حتى تطعم من كثر لأن ملتشيت بطنك. فأنت حين الدافع هاي الحكي مبلج مني والطريج إلا شو هو ما بشو، فعسب تاكل هاي اللقمة وقرمة رقم واحد. Okay. On exports, signature mango butter chicken made from fresh Holland mangoes and with Alfonso mangoes and yellow tomatoes from Holland. Okay. Name for this signature mango butter chicken. Signature mango butter chicken. الشيكن بتر معروف في كل المطاعم، يا غير هذا الشيكن بتر مالهم بالمانجو، يعصرون الهمبل الحامض ويجيبون من بلا النوعيه هاي محمد اللي عندهم ما شيء ولا مطعم في الدنيا العود يخدمها بس هم. الحين خلاص بشرح لك شو سر طباخهم هذا عنده. قال لي محمد ولي ابو محمد كلامك الاولي رجيم 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 ابوي منو رجيم يقاوم عاده عنده الاكل هذا قد عادي ودي في السنه من حول لحول. ابتدت تتي وايد اسئله بخصوص المطعم. المطعم خلاص بخبر بخلي كل الانستغرام مالهم وشو يسوون شو ما يسوونها كله بتعرف. وكذا حد يسال عن صيان البوفيه اللي عندهم في البيوت يندبون هنجد هنا انا شفته توني وانا داخل على الطاوله يميع الصياني، يعني اللي عنده حفله في بيته مايوب في بيته ولا شياته يطرشون الصياني مالات البوفيهات ويمزرونهن يدبونهن لعينهن وكل شيء بسعر، لكن ما اعرف شو اسعارهم يعني العلم. What is that? Next course, Dame Nerelli prawns. These are the prawns which is cooked in coconut with some coconut and cream. ما عندنا لا ما بعيش محمد. يا يوم يتم هاكل يوم أروني يا هذا. هاي يطلع. شو محمد؟ يطبخون الربيان داخل الناريلة. أقول لك. Dame Nerelli prawns. أيوة. يا سلام يا سلام يا سلام يا ركال. kind of bread this one? This is with the sesame and white oats sir. شوف انت and this one with the white rice صح؟ yes sir. thank you. it's white rice sir. زين
Only one spoon. That's enough. Bon appétit. Thank you. محمد من أهم الأشياء اللي عندهم الطلب اللي حين بيجيبونه. ها شيء مكان ولا ما شيء؟ لا ما شاء الله مكان. لا بيجيبون شيء فنان. سبعت. لا جايب الحين أهم طلب اللي حين هو اللي بيجي. كان عندي خرسة أنا أكل فيه. لا لا مرة لا والله محمد ما ضروري هالطلب اللي حين بيجي عبارة عن برياني برياني شو برياني سلمون. سلمون. سلمون برياني. لا يلا. The difference between the rice who's using it here in the signature restaurant and then the other restaurant. We are using special organic basmati rice in our signature restaurants, which are not usually available in any other Indian restaurants. Thank you. قلت لكم حتى عيشهم غير نمون. Local cheese drinks for you, sir, made from fresh coconut water and fresh cheese juice. A palate changer, which will change your palate for the next course of food, sir. يا ربي هذا بعد شيء ما تشوف. تضربها انت الرمس هاي شو هي كلها من ناريل ويا ما ادري شو ما ادري شو ما ادري شو وفي قطاع ناري بعد صغير ونات داخل كان فنان ابو عسكور وين صرت ليش تصور ما تحط بحط عاد حيدرابادي سالمون برياني فيرست حيدرابادي سالمون برياني زي يلا شعلي يلا اوبن يا سلام بس السالمون برياني حيدرابادي لا يفوتك كل حبة على راسه غير بلاليط ما هذا مكان رسلي بلا مكان بطن عود تفتح الخزان لسبير انا صادق ان الشهر اسوي رجيم الحمى الترفة جاية شفت محمد العيش كل حبه على راسه غير تحراشيج برياني برياني نعم ولايتي ولايتي اللي فيه العافيه ان شاء الله يعافيك يا رب الصحن الثاني الصحن الاولي عبر وحين ابوي هذا الثاني وقفت الاولي وحين هذا من كثر ما هو عايبني شيء فنان كل حبه على راسه اقول لكم لاست كورس اوف ميل حيدرابادي لام برياني which is cooked in dum style and with special indian spices for yourself we thought we finished still there is yes sir What is this now? Hyderabadi lamb biryani. Lamb biryani. Special help with special Indian spices and special dum preparations. Dum preparations? The bread. That's enough, enough, enough. شوف الله عليكم. كل ترف. العيش ما وحده بتلاص دي ويا ربيعه التر. خبرتي بالأولية ليش؟ بي البرياني الدياي ما دريت أنا تحريت من عقب السلم ما شيء احنا خليتها نحن الله يهديك لازم محمد أكلمها لا لا شو حلو نعم وايد فنان ممتاز ممتاز البرياني بالدياي بالغيره في عجب محمد فنانه؟ لا 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 ترفه ترفه يا غير مسج مسج نعم. مسج مبلحه بلدي بلدي يا سلام ما تشوف هاك الحكي بعد في شيء الحين بعد في شيء أكل Here we got smoked lassi for you, sir. It is with different herbs which help in digestion, sir. So because you had curries, so it will help you to digest your food. ما هني يلا جابر عمرك جابر بعد شيء جاي منك إيه لسي من غير هذا هذا زين حق الهضم هضم ها هي هي هاتوا صوبي بن على المسج اللي يقول لي والله غالي بألفين أكيد إنه غالي زين غالي ثمن مستوى الدنيا كل شيء غالي ثمن أكيد إنه زين شيء بـ400 وشيء بـ2000 اول ما بتسال تسال عن اللي مره في التوب اغلى شيء كل انسان حسب استطاعته واللي الله مقدرنا عليه اساس شيء من عده انواع المنيوات شيء منيو للشخص ب 200 وشيء منيو للشخص ب 500 شيء منيو للطلبات العاديه شيء طلب ب 20 درهم وشيء طلب ب 1000 درهم يعني انت تختار اللي تبغى بارك الله فيك هاي يقولون غالي المطعم ريال واحد مطرش اللي رسالة يقول غالي لا 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 لكن هذا ما غالي على ليش ما خلي نسير ما كنا برياني دياي دياي برياني لحم سلمن مع سلمن حلويات مع حلويات هذا النسبة شيء الحمد لله رخيص هي موافق أنا أشوفه نعم. هي نعم.
يظل ستارتر والدال مكني وما ادري شو والخبز ثلاث اربع نمونات شو هاي نان هو لباد تبى شيء بلاش انت بس بتاخذ كابتشينو هذا لان وين في الامارات ولو خارج الدوله بيشوفون يا الله بلاش بلاش عندنا هي وليه عندنا في الامارات من حد يقول لهم باكر الحكي عيونهم شيء مطاعم حتى ب 100,000 خارج الدوله هني بلف درهم حق اربع انفار وايد ما بوايد الحين فندق الليل 10,000 الحين في فنادق الليل 10,000 وفي ليل 200 درهم هي والله ما واحد يا رك الله يا ابو عثمان يا رك الله يا رك الله قم برويك المطعم من داخل اي يلا لا خلي سامك ما بردنا احنا بتصير ترباعه شو هالقسم هذا خاص للنساء العوائل بس حجرك روحك انت ولي وياك اربع تنفار حريم يعني للي حريم يا ايات بنيات روح ما يبن حديهن او عائله رجال ويا حرمته ولا اي شيء يكون يعني شيء له خصوصيه سد كل الصحن انت لو تضرب بكافر اسلم هالحجر كان مكبرها هيا بي وفد مثلا انسان عنده ضيوف مكان يعني مكان يسوى هذا مثلا عائلة كبيرة ولا جاي سفير ولا حد من المعول ولا يعني ما بمال نفرين واربعة صح ولهم يعني خصوصية في الخدمة محمد تتميز الخدمة الليلهم الخواشي جداد يحطون كل شيء جديد على حسب مكانة الضيف كان والله جميل ما شاء الله تبارك الرحمن شوف هذا مثلا هذا يطبخ قدامك روح الشيف يخلون الطباخ قدامهم وكل الاكل الهندي والبهارات كلها موجود فيزر ابوي قدامك الطباخ وكل شيء تباه ينزل لك اياه منيو كامل عندهم يعني عندك الاختيار تبى تجلس على طاولات او تبى تجلس هنيها فاعتقد هذا لازم يكون اكثر عن نفر اظني اللي يخدم عليهم الطباخ Good dessert for you, sir. Okay. Starting with this one is firni made from saffron and rice preparation, rice pudding, gajarela omali, carrots omali. Last not the least, electric kulfi. It's Indian fried kulfi, sir. With some saffron. Kulfi and this one. This is firni and gajarela omali, carrot omali. MashaAllah. Small presentation for the kulfi. Yeah. It's sweet. Is it in, we can't find it in another places, in other restaurant? You will not find it in any other place. So these are the signature dishes of chef. Alright, so the recipes which we use here are the signature recipes of master chef Sanjeev Kapoor. So you cannot find it anywhere else. Yeah, but especially Muhammad, هاي اللي يخدمون روحهم هذا ما شيء أي مطعم يخدمه بس روحهم ما حد في الدنيا العود يخدم لهم محمد يحكمهم القانون يعني لهم مذهب وقانون انه يعني اللي خدمه تخدم الشركه هاي الشركات غير ما تروم تخدمه ما بالله ما تروم ممنوع قانونا في شرع الطبابيخ وشرع المطاعم وقانونهم يعني الناس يعرفون اللي ما بيه هالمطعم ولا بيطعم من هالطعم اللي نحن نطعمه ين غلطان ثم غلطان ثم غلطان شو رايك بعثمان؟ لا اليوم رايك؟ اليوم حفل الجنة اليوم الحين في الجنة؟ الله يعز الجنة جنة الدنيا الله مالك لك الذي سبحانك يا رب مين علينا أبوي إلا القيمات هو ويوم بيتطورون فرني قص ما تبوك وهي والله يا عبد الله محمد يعني كلت من المطاعم الهندية في جميع أنحاء الكرة الأرضية يا مثل هالأكل ما طعمت لا دسير أوصف الأكل وادخل المطاعم يا غير هالنمونة ما تطعم جودة وشيء فنان يا حين كمت عمري حين فوق 60 سنة كمت فوق 60 سنة زي على هاللكل اللي أكلت اليوم ما كانت شيء فنان محمد فنان شيء فنان فنان شل أبوي ما شيء تم منه نفطب اللي يا أبوه الحمد لله ما عليه باكر بل أسوي دي أوف
فور اس اكسبريسو دبل بليز I need the restaurant Instagram yeah. and the, also the business card for Instagram yeah. and the menu also. Sure, that's getting point. Thank you. This is the which? That's our takeaway menu, sir. Takeaway menu. Yes. Okay. And the other one? And that's my card in case if you're coming next time. Inshallah. We are even doing. It again, please. That's our takeaway menu, sir. We are even doing the home deliveries. Uh-huh. And that's my card in case you're coming next time. Just give us a call. Inshallah. What is the menu? Menu for dining, sir. Ah, for the for in the restaurant. I show for Muhammad Braya. Apart from this, the restaurant business master chef is also writing the books. He got around 100 different books, sir. There are a couple of them, and he has he own a food channel also, which is running on 24 hour and based on the food recipes. He's the one who's the signature. Yes, yes, he's the master chef Sanjeev Kapoor. Make special spices for the own? Yes. Like what? All the spices like masalas and curry spices. The rest, you know, the masala we are using for recipes mm-hmm. are imported from, you know, it's the special masalas and we use only those specific masalas. Nobody could use, can use this spices. Only no, it's only specific for his restaurant. So he got his own ratio of the spices. And sent to all the restaurants. Aywa. For his restaurant? Yes. That signature restaurant? Yes. See, thank you very much. Bring our bill and let us go. Thank you. Your bill, sir. Uh-huh. السعر وايد موافق 1200 واربع تنفار وسرطنا لين اعتدلت ضلوعنا شيء زين فوق عن الزين انا ما علي يمكن لو ولد حراث 2000 صدمت يعني قبل تحريت ب 2000 ويوم يابوا الفاتوره لانه ب 1200 هروح روح شيء فنان وايجابي فتحوا لنا بلكون ها مره منك والبحر منك الى البحر على طول ما شوف الله عليك شوف منك الى البحر شيء عجيب شيء عجيب ما بعجيب عجيب اللي هو حافظ عليك العاصمة حافظ قم لا لا امسك لا قم تنسخ شوي تروح مهيب من هيوة شو ما زين المكان وهناك بعد تدري شايت البلكون الثاني بعد تبطل اللي في ظهر ولدي سعيد وين الطاولة العودة هاي محمد تنفتح كامل تصير لين فوق شو محمد بس عليك محمد let me what for how many person this one this is up to 12 to 14 person uh-huh. and we have a TV screen it can be used for corporate events or degustation menu sir man براكم مرخصين كم بتصيرون انتو اه يلا حبيبي انتو براكم انا بشرح ب زين يلا الله ييسر اموركم يحفظكم بعد يلا الله يحفظكم يا ابو عثمان بدايه الله مشكورين على الزياره يلا الله يحفظكم بدايه الله حبيبي سلموا على الاهل So this room is for a corporate event. We got a TV also, where it can accommodate 12 to 14 person. Can be used for big families or family gatherings. Important to reserve this. Yes, because we usually get reservation for it, uh-huh. and it's better to reserve in advance. Inshallah, thank you. This is a live cooking station, sir. Uh-huh. So you can see how the chef is cooking, and he will be serving you. So it's more of like interactive kitchen. For how many? 4 person and we need an advanced booking for this. Also. Yes. More rooms you have here? We got 3 family rooms, sir, which can accommodate 2 to 6 person each, sir. There you are.
And also these have to be reserved? If we have available rooms, we can. Which time you are open until which time? We are open from 12 noon to 11:30 midnight. Thank you. Thank you very much. Thank you for everything. Thank you very much. Thank you. Inshallah. Assalam. صدكم يا ابو كل المول المول روحه يسواله بلا المطعم يرزع ويستاهل العنوه واللي حيد عمر ابوي عنده ضيفانه فيهم خير ويستاهلون وذويقه هبلعقه في الاكل ويرزون انك تخسر عليه وتجيبهم مكان يمل فهذا المكان ابوي المطعم سيجنتشر من احسن اللي بتيب حد من ضيفانه في المطعم الهندي هذا اسميك بتتنومس ما بيظهرون الا شاكرين وما فيهم ما تطير بهالذباب علينا حمل منابيد اكل حامز وناطع وناضي وترف كل شيء زين موجود عندهم ساكر الاكل ساكر ما كيو عطبيز مال هوي هوي مخدوم لا فنان وكل شيء لنوخه وطعم متفاجئت انا تحرى عمري طالب بيضة تظهر الفاتورة 2000 ظهرت 1200 يعني النفر 300 انت لو ماكل في اخس المطاعم انزين يا ابوي انا غلطت عاد وقلت في فندق ولا قلت ابوي عدال هو الفندق هو في نص ابوي المول نيشن تاور المطعم في المول روحه والمول ابوي بكبره تابع للفندق يعني انا ما غلطت الحين ما بني عقل عين ابوه مرة ياسين على الحرف على الصراط المستقيم حد شي ابوكم رد لمنو رد على اللي حاشريني عربوه انت تقول في فندق هو ما في فندق عدال الفندق انسي غلطنا في القرآن واللي ميز المطعم نظافته شيء غير نمونه لا صار ولا استوى لا في ريحة صهوار لا في ريحة الدخون كأنك داخل بيت كأنك داخل بيت عرب أوادم يعني فيها خير ما كأنك داخل مطعم ريحة المطاعم مش موجودة فيه يسدك ان راعي المطعم هذا نسيت شو اسمه توها يميع اللواد انطرشت لي يميع الصور ان الطباخ رقم واحد عالمي في الدنيا العود كلها سافر جميع انحاء العالم عنده جواز يقولك يدخل كل البلادين بلاي فيزا وبس عسب يسوي لهم كورسات يرويهم ايش قال واللي في المطعم هذا كل الطبابيخ اللي عنده من عند الرجال هذا اللي توكم صور اللي توني اطريه شو اسمه كل الطبابيخ اللي موجودين في المطاعم اللي هو هذا واحد منهم ظاهرين من عند سنجيب كابور هذا هو اللي معلمهم كل خدمة مثلا اي مالك الاونر اللي موجود في ابوظبي ما يروم يزيد اي شيء من المقادير اللي الطباخ حاطنها ابدا ما يروم كفيل مثلا المواطن اللي فاتح المطعم ما يروم لا يزيد شيء ولا يقصر شيء الجودة العيش وطريقة الخدمة وكل ما تشوف حتى السكاكين اقولكم السكاكين اللي موجودات هاي من اغلى الماركات الوحده ماي الرازني غير بلد غاديه معداتهم ابوي ماركتن ايطاليه باغلى الاثمان ما اتذكر شو اسم خبروني عنهم غير الحين ما اروم اتذكرها ما فيها اللي اعطيها صحون وسكاكين وكل ما شفته كل ابوي ايطالي وباغلى الاثمان ظاهر عليهم ابوي بنطه ونطيطه